نبدأ كالمعتاد بأهم الأحداث والأخبار اللي حصلت امبارح. الحكومة نفت توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، ووزارة الداخلية عملت تخفيضات بالسينما والمطاعم والمحال التجارية في يوم 30/6. كمان تلفزيون بريكس نوه عن مساعي الحكومة المصرية لزيادة حجم الصادرات للسوق العالمية وإدراك 27 جامعة مصرية في تصنيف يو اس نيوز الأمريكي. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء كشف أنه في ضوء ما تردد من شائعات بشأن توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، تواصل المركز مع مصلحة الجمارك المصرية اللي أكدت أنه لا صحة لتوقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، وأن المنظومة مستقرة وتعمل بشكل طبيعي ومنتظم ولم تتوقف. كما أشارت إلى أنه تم إصدار أكثر من 98 ألف رقم تعريفي مبدئي للشحنات منذ الأول من مايو الماضي حتى الآن، بما يعكس استقرار حركة الاستيراد عبر هذا النظام. كما أن هناك بضائع بتقدر بنحو 13.7 مليار دولار وصلت الموانئ خلال هذه الفترة، وبلغ إجمالي قيمة المفرج عنه منها 12 مليار دولار. امبارح وبمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، أعلنت وزارة الداخلية عن تخفيضات خاصة يوم الأحد من خلال مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية. وبيشارك في هذه المبادرة 69 مول تجاري و348 سلسلة مواد غذائية ومطاعم ومحل متنوعة، بالإضافة لتخفيضات خاصة بالمستشفيات ومراكز الأشعة والتحاليل ودور العرض السينمائي والملاهي، ليصبح إجمالي فروع الكيانات المشاركة 3315 فرع بجميع أنحاء الجمهورية. امبارح سلط تلفزيون بريكس الضوء على المساعي والجهود اللي بتقوم بها الحكومة المصرية في الوقت الراهن لزيادة حجم الصادرات من خلال تعزيز القدرة التنافسية للسلع المصرية وتوسيع نطاق وصولها للسوق العالمية. ونقل التلفزيون مقتطفات من وقائع اجتماع الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الاستراتيجيات اللازمة والخطط الرامية لزيادة الصادرات ل 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، مؤكداً جهود تطوير المنتجات المصرية وتقديم حوافز للاستثمار. امبارح أعلن تصنيف يو اس نيوز الأمريكي نتائج نسخته الجديدة لهذا العام 2024، اللي أظهرت إدراج 27 جامعة مصرية ضمن أفضل الجامعات الدولية المدرجة بالتصنيف، وده بزيادة 8 جامعات مقارنة بالعام الماضي 2023 اللي شهد إدراج 19 جامعة مصرية بالتصنيف. وأظهرت نتائج التصنيف تصدر جامعة القاهرة قائمة الجامعات المصرية المدرجة، وجاءت في الترتيب 271 عالمياً، تلتها جامعة الأزهر في الترتيب 327 عالمياً. امبارح دعت الشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك المواطنين بضرورة الإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائي للمساهمة في تجاوز أزمة تخفيف الأحمال وتقليل مدة الانقطاعات.